أخبار اليوم. حضرتك لو نتكلم الاول، حضرتك مصممه، يعني نقدر نقول بارعه في تصميم المنتجات الجلديه وخاصه الشنط، فممكن تكلمينا ازاي بداتي مشروع الشنط او تصميمات لا، انا اول حاجه يعني بدات خالص من سنتين بالظبط، وكان مشروع هوايه. انا بطبيعتي بحب مثلا اشوف اي حاجه اقلدها، اي باترون اتخيله اعمله بنفسي. بدات بعد كده يعني انزل موديلات باسمي عن طريق الانترنت والفيسبوك وكده، ولقيت الناس في اقبال، لقيت الناس حابه الموديلات اللي انا بعملها. بدات بقى احطه في دماغي ان هو ليه لا ما يكونش بروجكت صغير ليا ويكبر مع الوقت. وبقيت فعلا اخدت يعني اثقلت ده كله بالدراسه، واخدت درست ازاي اني اعمل باترون، ازاي ان انا اصمم ديزايننج، ازاي ان انا اعمل ماتشنج مع الالوان مع بعض، وانواع الجلود والجلد الطبيعي، وازاي بيدبغ الجلود الصناعيه وانواعها، وكل ده طبعا. وبدات اعمله على ارض الواقع او انفذه على ارض الواقع عن طريق التصميمات بتاعتي. ليه اخترتي مجال الشنط؟ يعني في المنتجات الجلديه ليها مثلا احذيه، في ليها جواكت. الاحذيه الاحذيه ممكن علشان انا بدأ لما جيت اتجهت، اول حاجه بصيت لها كانت الاكسسوارز، الشنط اكتر حاجه بتلفت نظري هي الشنطه. دايما كنت ابص على اي حد، يعني اي بنت شيك ماشيه، كانت اول حاجه تلفت نظري فيها هي الشنطه. ممكن بعد كده ابص على الشوز وابص على لبسها، فهي دي الحاجه الاول حاجه بدات بيها. ولقيتها سهله معايا، يعني كل واحد ليه حاجه حته بتاعته، فانا لقيتها مشيت معايا وسهله معايا، على الرغم ان هي باترون المنتجات الجلديه او الجلود عموما اصعب من الفاشن ديزايننج، اللبس والومنوير والكلام ده كله. فبدات بقى ايه اعملها واشتغل فيها وعجبت الناس. كنت بشتغل بيزك الاول، اعمل حاجات عاديه ساده اللي هي بتاعت الديلي كل يوم، وبدات بقى ايه الفتره الاخيره يعني ادخل حاجات غريبه في الوسط ديزايننج، بحيث انك انت لما حضرتك تشوف الشنطه بتاعتي تحس ان هي تبع هاي، اللي هي براند الهاي. او ممكن يعني انا طبعا انا اول يعني فكره الاويل بينت اللي هي الرسم بالزيت دي ما اتعملتش قبل كده. دايما يصمموا كانوا يرسموا على الجلد، منهم الجلد على طول، رسمات عشوائيه، رسمه تخيليه. لكن ان انا اعمل بورتريه زيت واخده واحطه على كفريم على باك، دي حاجه جديده يعني، ومن تصميمي انا. فدي شنطه من ضمن الشنط اللي احنا عملناها، خلنا اليزابيث تايلور. في طبعا رسامه معايا تالنتد قوي، يعني هي طبعا انا مش برسم، هي اللي بترسم لي، اسمها سلمى. سلمى هي اللي عامله لي الاويل بينت دي، واخدناها. وطبعا الاكسسوارز بتاعتها دي هاند ميد، احنا اللي بنحطها. والباترن للوحه، قلبت الشنطه بحيث انت تبقى لابس شنطه مش غريبه، مش معتاده، مش كل الناس لابساها. بس فدي كانت فكره، على الرغم ان الناس ممكن تقول الاويل بينت احنا رسمنا قبل كده على الجلد، بس فكره انك انت تحط فريم دي جديده، انه فريم اويل بينت هي دي اللي جديده، ومحدش خطر في باله ان هو يعملها قبل كده، فاحنا عملناها. دي اولا. عندي برضو حاجات تانية زي البرنت بقى. عملنا حاجات برنت، في ناس كتير قوي كانوا بيحبوا المتروشكا او الراشن دول، الدول الروسيه، سالوني عليها كتير. ف
من نفسي عملتها، رحت بقى جايباها وطبعاها على نوع حرير قماش حرير، وبدأنا ان احنا نفرغها نعمل لها الفريم ده، وحطيناه على باترن باترون جديد من نوعه، مش مألوف مش بيزك. انت بتصممي الشنطه بالكامل مش الديزاين اللي عليها بس؟ لا، الشنطه بكاملها بالباترون، انا اللي بقص الباترون وبدي للعمال يعني يشتغلوا ويعملوا خط انتاج من بعدها، بس الباترون انا اللي بقصه، انا اللي بصممه يعني. انا اللي بصممه وبايدي، يعني انا برضو بشتغل بايدي، وانا بحب ان انا اشتغل بايدي، وبنعمل بقى ديزاين، بقول له مثلا حطها كذا، بنعمل الفريم بالتصميم، مش مجرد انا بلزق حاجه وخلاص. يعني ما في شنط كتير بتشوف حاجات ملزوقه كده وخلاص، لا احنا بنعمل فريم، بنعملها بشكل بروفيشنال. بتعملي حاجات بارزه يعني؟ انا شايف بارزه دي من جوه احنا حاشينها سافنج وكوتون، وبتبقى بالشكل ده، ودي طبعا مهما جت عليها ميه اي حاجه ما فيش اي ضرر، يعني ما بتتاثرش بالنسبة كجوده. كجوده لو اتبلت لو لا ما فيش الكلام ده، خرجت بقى في الحاجات دي. نو واي، ما فيش الكلام ده. ده ديزاين عندي برضو، ديزاينات تانية ناس كتير قوي يعني. دي ده نوع من الباترون على شكل دريس، والبنوته برضو عاملين ده برينت مش اويل، عاملين التفريغ ده وحاطين الفريم، وحطينا الباو دي الفيونكه خارجيه تكمل يعني ادد اكسسوري. يعني انت بتتعبي بقى في اختيار الديزاين بتاعك، او بتفكري ازاي ان انت يعني في شنط على شكل فستان، شنط على شكل لوحه؟ بتجيلك الافكار ازاي؟ هل بتتفرجي على بص احنا ما ننكرش ما ننكرش ان في خطوط عالميه احنا مقيدين بيها، انت بتمشي على الخطوط العالمية دي بس بتحط الفكر او اللمسة بتاعتك، بس هو اكيد يعني في خطوط عالمية ما نقدرش نحيد عنها، نقدر نحط اللمسة بتاعتنا، الفكر بتاعنا احنا اللي لو حد شافه يميزه، يعرف ان ده انت، لكن البيزك او البيزس اساسا موجودة في الموضة العالمية. في برضو شنطة تانية طبعا كل الناس حضرتك عارف الممثلات العالميات او الكلاسيكيات القديمة سواء في مصر او دول تانية اوروبية مش في مصر، فعملت انا برجيت بردو، كل الناس بتحط طبعا ممثلات تانية زي مارلين، زي اليزابيث برضو، زي يعني اكترسز كتير كلاسيكيات، انا اخترت برجيت بردو وحطينا الفريم ده، ده برينت مش اويل، هنعمل اويل، هنرسم برجيت بردو برضو بالاويل. الفرق بيبقى في السعر في سواء المنتج برينت او طبعا أويل. طبعا الاويل غالي وبيعيش اكتر، لكن البرينت ممكن بيعيش اقل ومش صعب زي الاويل، غير لما رسامه تقعد ترسم فيها 4-5 ايام سهرانه على اللوحه، غير لما يكون برينت. في ديزاينات معينه من الاويل ان انت بتعملي عليها، لو يعني اللوحه بتجيلك شكلها عامل ازاي وانت بعد كده لا اللوحه بتجيني طبعا، احنا بنختار الشكل اولا، بعد كده الرسامه بتقول نظرتها ليها تعمل ايه وبناخدها، بتبقى لوحه عاديه. دي لوحه اهي، يعني ان شاء الله احنا بنعملها في الورك شوب اهي، دي لوحه اليزابيث تايلور كانت عامله دور كليوباترا، فاخترناها يعني انه كليوباترا وفي نفس الوقت ايه ممثله اجنبيه كانت بتؤدي. هتبقى فريمد باك زي دي بس بشكل طولي، وهنبتدي ان احنا طبعا هنقص ده لسه، وهنحطه على الجلد ونخيطه في الجلد، وبعدين هنحط لها هنا نيكلس حقيقيه يعني جولد بليتد، هنركبها لها هنا، وهنحط لها هنا باند برضو في الارم باند هتكون جولد بليتد، وهنعمل لها الفريم ونعمل لها الباترون ونعملها تبقى شنطه بفريم. حولت اللوحه كمان لحاجات بارزه تبقى ادد مثلا الحلقه اللي هي لابساه او اللي بالظبط. بس هو احنا مش هنحط حلقه، يعني احنا في اللوحه دي هنحط البريسلت وهنحط النيكلس سوري، وهنحط هنا ارم باند على شكل تعبان لسه بنصممها، في برضو مصممه تالنتد قوي هي اللي بتعملها لنا. يعني الشنط الجلد السكاي والجلد الطبيعي
ايهما احسن في الاستخدام وايهما يعني انت بتستخدميه اكتر؟ بص اللي انا بستخدمه طبعا جلد طبيعي غالي جدا وانا شنطتي عايزه الناس كلها تلبسها. يعني مش معنى ان هي شنطتي انها مش جلد طبيعي ان هي اقل جوده من اي شنطه تانية. بس الجلد الطبيعي طبعا غالي حضرتك عارف، فعلشان يكون السعر متاح للجميع بضطر ان انا استخدم جلد صناعي، بس نوع جلد عالي الجوده. وفي جلود صناعيه عشان يكون عندك علم جودتها يعني زي الجلد الطبيعي لا تقل، لا تقل، لا لا من العيوب لا تقل. الناس ما بتحبش الجلد الصناعي ان هو بيقشر او لا 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 تقل، وبتبقى غاليه برده مش رخيصه. بس ده بالنسبه للشنط. انت ايه خططك ايه تاني؟ ان انت هل هتعملي مصنع خاص بيك؟ هو انا اوريدي احنا عندنا ورشه. احنا عندنا اوريدي زي الورشه. ومين اللي شغال معايا؟ اللي شغال معايا ناس اوريدي انا كنت بصنع عندهم قبل كده. وانت حضرتك عارف سوق او الماركت بتاع الشنط صعب جدا ومش زي الفاشن خالص، اللبس خالص. فبعض العمال بيكونوا مش دايما بيشتغلوا، فانا لقيت نفسي ان انا ليا الكلاينتس بتوعي ودايما بيطلبوا اوردرز. طب ليه لا ما يكونش عندي البروجكت بتاعي والمكان بتاعي اللي انا اصمم فيه؟ مش لازم اروح عند حد واعمل، يكون دي حاجتي انا ورقابتي انا وادارتي انا. فبدات من حوالي سنه بقى عندي الوركشوب بتاعي والعمال اللي انا اوريدي كنت بتعامل معاهم قبل كده وبديهم الاوردرز وبيشتغلوا وعماله. يعني وركشوب صغير، ورشه صغيره ما هيش كبيره قوي، بس بتقدر قادر على انتاج حلو يعني يكفي الكلاينتس بتوعي. انت حاولتي توزعي الشنط دي في مولات او تحاولي؟ لا لا، انا معتمده ان انا اشتغل على البوتيكات اللي هي مش البوتيكات اللي بتدعم الديزاينرز الشاطرين او مش المسألة شاطرين، اللي هم لسه صغيرين وبنكبر كلنا. كلنا ديزاينرز في الطريق بنكبر يعني بنعمل نفسنا وبنحقق ذاتنا. ففي بوتيكات بتدعم النوع ده من الديزاينرز بالذات المصريين، الديزاينرز المصريين، وبتبقى بوتيكات شيك قوي وليها مستوى معين من الكلاينتس اللي عارفه متارجته النوع الكلاينت اللي بيجي لها. مين شجعك اكتر في ان انت تعملي الشغل ده؟ حد من عيلتك ولا زوجك؟ لا خالص، انا بالعكس، انا خالص انا اللي دايما كنت اقول انا عايزه كذا. يعني كان كل الناس يقول لي ليه لبس؟ لا طب ما تعملي لبس. بس انا مش بتاعه لبس، انا ده اللي انا حباه واللي انا شاطره فيه. ممكن بعد كده حابه اقول لك يعني ان شاء الله هنعمل تي شيرتس مع الباجز او تكون ماتشنج للباج. يعني اللي هيشتري الشنطه يبقى عايز يشتري تي شيرت معايا، تبقى نفس الموضوع، نفس الرسمه، نفس الطباعه، نفس الشغل اللي فيها يكون هو في الشنطه، فهتبقى ماتشنج معايا. انت تعملي حاجات خاصه بمصر مثلا زي مناظر طبيعيه من مصر، حتى بالاويل او ممكن مصرية ممكن. بس طبعا فكرت، بس هو مش الثيم بتاعي. يعني في ديزاينرز انا اعرفهم وزمايلي واصحابي هم الثيم بتاعهم ان هو ايجيبت ومصر وكلاسيكيات المصريه، لكن انا مش ده الثيم بتاعي. انا الثيم بتاعي كل ما هو جميل أرت، معاصر، ارت، فات. ممكن اعمل حاجه لمصر بس هي بتبقى حاجه حاجتين، لكن مش الثيم الاساسي. بتخرجي كام شنطه؟ او لو الديزاين الواحد بتخرجي كام شنطه او لا، الديزاين الواحد لا يقل عن 3 شنط. ده اساسي. الا لو ليه بقى؟ عشان مش كل الناس تبقى لابساها، تبقى حاجه يونيك كده، تبقى انت متفرد بيها. الرسمه ما تزيدش عن 3. الا لو جه بقى مثلا اوردرز كتير وناس بتلح على حاجه معينه، ممكن اروح مزودها شويه، لكن ما اعملش بقى خط انتاج باهظ يعني اللي هو 50 شنطه 60 شنطه من الرسمه الواحده. لا دي لا، استحاله، ما يبقاش ديزاين. انت بقى احلامك ايه؟ انا حلمي ان كل الناس تلبس شنطتي. عاوزه اسمك يبقى براند، انا زي ايوه الششتاوي يبقى براند. ايوه بالظبط، ويبقاش غالي. يعني مش معنى ان الحاجه غاليه قوي ان هي شيك. لا، انا ممكن يكون سعرها معقول وهي شيك فعلا. وكل يعني حلمي كل مصر يعني فعلا تلبس شنطتي، يعني كل الشباب والشابات، لان انا التارجت يعني الناس اللي يلبسوا شنطتي هم الشباب، شباب الجامعه، بنات الجامعه، سوري، ما بعد سن الجامعه، الثلاثينات كده، لكن
اكبر في الليديز الكبار لا، يعني سيدات الكبار لا. نفسك ان انت يبقى اسم هايا الششتاوي براند زي براندات مثلا الشنط والملابس اللي بره؟ اه طبعا في براندات ملابس او شنط هنا في مصر برضو نفسك تبقى. كوكو شانيل بدا اصلا يعني مع الفارق طبعا. كوكو شانيل بدا وهو كان يعني هوايه، كانت هي سيده طبعا وكانت هوايه عندها، وكانت يعني خط انتاج عادي جدا، وهي دلوقتي بقت كوكو شانيل. فليه لا، كل واحد طول ما هو عايش بيحلم وبيجتهد فيش اي مانع يعني، ويعرف اخطاءه ويكبر نفسه. لو انت حابه تقولي كلمه عن شنط هايا الششتاوي تحبي تقولي ايه؟ ممكن اقول يعني ما هنقول مثلا piece to remember، يعني قطعه تتذكرها، يعني قطعه تتذكرها مع الوقت. يعني هي فعلا انا نفسي شنطتي كمان ما حد يمسكها، حتى لو هي مدتها بعد كده راحت وعد عليها سنة أو سنتين، هي برضو فضلت في ذاكرتك شكلها. بس هو ده اللي أنا عاوزاه. أشكرك جدا. ميرسي أوي أوي.